زعلان منك جدا. ليه يا فندم خير؟ ايه اللي حصل؟ الحقيقه انا مش عارف ايه المشكله اللي بينك وبين كرم، بس انا متاكد انها حاجه كبيره، علشان كده قلت انفذ لك طلبك. هو معلش ممكن الطلب بتاعي غريب شويه، بس انا عاوز اعرف كل حاجه عنه. معلش. الحقيقه انا قلقت من طلبك، علشان كده صممت انفذ لك كل اللي انت عايزاه، عشان اعرف لو في حاجه كده ولا كده. ده مهما كان برضو شريكي ويهمني سمعته، انت عارفه الشغل سمعه. اكيد طبعا. اتفضلي. زي ما اتفقنا الاوراق كلها هنا الخاصه بي وبشركته وبشركتي. تمام. ايه ده؟ انتوا مين؟ ممكن ساعتك تفضلي معانا؟ ليه يا فندم؟ هو انا عملت ايه؟ الحقيقه انا اسف ان لسه في ناس زيك. معقول؟ انت مثال سيء لكل موظف في البلد دي. هو رجال الاعمال بيهربوا من شويه. اتفضلي سعادتك، هات الشنطه دي. اتفضلي بسرعه. رايحة فين؟ لازم أعرف أنت هتعملي إيه علشان أبقى مرتاحة. بس معلش عادل بيستهبل أول يومين دول، عمال يلف ويدور عليا كده، حاسة الدنيا كلها تطربق فوق دماغي. لازم أمشي. أنا ما بقتش فاهمة حاجة. أستاذ عزت؟ زينب خير؟ أنت هنا ليه؟ وشاهدي فين؟ كويس إن حضرتك موجود. أنا مش عارفة أنا هنا بعمل إيه ولا فاهمة إيه اللي حصل. أنا فجأة لقيت الدنيا فوق راسي كده. إهدي إهدي بس عشان أفهم إيه اللي حصل. أنا نفسي مش فاهمة ولا عارفة أنا عملت إيه عشان أكون هنا. إهدي إهدي، أنا هخش معاكي عند وكيل النيابة، ما تجاوبيش على أي سؤال، أي سؤال يتوجه لك أنا اللي هتكلم. ماشي؟ اتفضل استريحي. شكرا يا فندم. عزت مؤمن المحامي، حاضر مع زينب عبد الله عبد الجواد. اتفضل استريح. شكرا. زينب عمتي انت كويسه؟ عمتي الحمد لله. طمنيني. كويس كويس يا حبيبتي، طمني يا استاذ عزت. خير ان شاء الله. هو زي ما انت شايف، انا مش عارفه اشكرك ازاي يا عزت. ربنا يخليك. أنا أهم حاجة عندي إن أنتِ ما تقوليش أكتر من اللي إحنا قلناه جوه، وأنا معاكي وإن شاء الله هتخرجي. هو إيه اللي حصل؟ قلبي وجع لما سمعت حسك في التليفون. طمنيني، أنتِ هتطلعي معانا مش كده؟ لا للأسف، هي هبات النهاردة في الحجز، وبكرة إن شاء الله هتخرج. يعني إيه يا عزت؟ مش أنت قلت لي إن أنا هخرج النهاردة؟ لا لا، ولا يوم ولا دقيقة، أنت فاهم؟ مش بمزاجنا. لا بمزاجنا. أنا هدخل أتكلم مع وكيل النيابة، ولا أقول لك ادفع كفالة من جنيه لمليون، المهم انها ما تباتش هنا. معلش يا زينب، استحملي بس النهاردة، وانا ان شاء الله بكرة هخرجك. يعني انا حبيت هنا النهاردة؟ يعني ايه؟ لا مش هتبات هنا. هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي جابها هنا؟ هما بنات الناس لعبة؟ زينب عمرها ما تعمل حاجة غلط. عمتي شوفي لي حل مع عزت، ما تسيبينيش انا مش عاوزة باي